ها احكي لي بقى، عملتي ايه في الفرح؟ انبسطت انبسطت يا ماما، ما اقولكيش انبسطت قوي. شكلنا هيصنا ورقصنا. ده انا رقصت رقص هديت الفرح. صورتي؟ عملت فوتو سيشن يهبل، هيعجبك قوي. ها والعروسه كانت حلوه؟ عروسه ايه؟ العريس كان زي القمر يا بنت. تلم يا ماما بقى. طب والاكل؟ حته دين اوبن بوفيه، ما اقول بقى. طبعا انا ما اكلتش حاجه، انت عارفه بقى الدايت وكده، يعني ان انا اكلت حاجات بسيطه بس. لا انت كده بقى تحكي لي كل حاجه بالتفصيل. بصي يا ستي، ماما يا ماما، من النهاردة ما بقتش محتاج تحور، عشان انت اصلا مش هتحتاج من تاني للدايت وتعب، لان دلوقتي تقدر تغير حياتك وشكلك ووزنك في وقت قياسي عن طريق عملية من عمليات السمنة مع دكتور محمد ضياء سرحان، استاذ جراحات السمنة بالقصر العيني، واللي ليه اكتر من 15,000 عملية ناجحة، يعني اعلى نسبة امان ممكنة. غير حياتك وبلاش تحوير.